يقول السائل: أنا تاجر أبني فندق بمالي الخاص، وعلي أن أستقرض أموالا من البنك حتميا، مع العلم أن البنك ربوي. أنا تاجر أبني فندقا بمالي فندق بمالي الخاص، وعلي أن أستقرض أموالا من البنك حتميا، مع العلم أن البنك ربوي، وإن لم أستقرض أتعرض للمحاسبة من طرف الحكومة، وتكون علي غرامة جد مرتفعة. السؤال: هل أستقرض أم لا، مع العلم إن رفضت تكون الغرامة قدرها 2 مليون دينار أو أكثر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بناء الفندق اللي توقف على الربا لا يجوز، لا تبني فندق، كل الناس عايشين وهم ما لهم فنادق، اترك الفندق، إذا كان ما يمكن إلا بربا اتركه، يرزقك الله غيره.